هنبدا المحاضره النهارده بان احنا نفتح الباب بتاع الاطفال والمراهقين والاضطرابات النفسيه في الاطفال والمراهقين فنبتدي اول موضوع ان احنا نتكلم عن النمو في الاطفال والمراهقين بيبقى عامل ازاي بعدها هنبتدي ان احنا ندرس مع بعض اول نوع اضطراب موجود اللي هو اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه وندخل بعد كده على التوحد ده اللي ان شاء الله هنعمله في المحاضره بتاعه دلوقتي النهارده هنبتدي ندخل في موضوع مهم جدا لان الموضوع ليه دعوه بالتربيه مش هنتكلم مجرد في اضطرابات بس هندخل حته صغيره تربيه ونطلع بعد كده اضطرابات فالنهارده هنبتدي نتكلم على الاضطرابات النفسيه في الاطفال والمراهقين فهنبتدي نمسك كده المراحل النمو النفسيه من اول ما الطفل اتولد لغايه لما بيكبر سنه سنه ونبتدي نشوف بقى بنعدي في ايه في حاجات في التربيه ممكن بعد كده بتاثر معانا كمان في اضطرابات. فهنبتدي من الاول خالص هنشرح كده اختبار كانوا عملوه بره ابتدوا يقسموا منه شويه انماط من اول ما الاطفال كانوا بيبيهات. هي واحده اسمها دكتوره ميري عملت اختبار كده جابت البيبي اللي مولود عمره اقل من سنه او حوالي سنه سنتين حطته في اوضه غريبه يعني بره البيت وجابت واحد غريب معاها مع البيبي وام البيبي تمام؟ فكده عندنا تلات أشخاص، الطفل، والدته، شخص غريب. ابتدى الاختبار ده يبقى عبارة عن الأم والشخص الغريب بيلعبوا مع الطفل، فالمفروض الطفل هنا حاسس إيه؟ بالطمأنينة، الحد الغريب ده هو ماما بتتواصل معاه، فأنا ما عنديش مشكلة معاه، يعني معناها الدنيا تمام. وابتدى إن الطفل ده هو يبقى بيلعب شوية، وبعد لما ابتدى الطفل ده يلعب، ابتدى الاختبار بعد كده ان هو الام تبتدي تطلع بره الاوضه ومن هنا بقى ابتدوا يدرسوا انماط الاطفال دي ابتدت تعمل ايه فلو اول نوع من انماط الارتباط يعني هنا كانوا بيدرسوا نمط الارتباط بين الطفل والام لقوا ان النمط اللي هو لقوه احسن حاجه ان لما الام بتطلع بره الطفل بيعيط مش الطفل عنده لا مبالاه الطفل بيعيط بعد شويه من خروج الام لما الام بترجع تاني الطفل بيتعرف عليها وبيبتدي يهدى ويبتدي يرجع يلعب تاني وأكنه خد الطمأنينة تاني ده قالوا إن هو أكتر نمط كانوا شايفينه إيجابي ده اللي هو بيسموه سكيور اتاتشمنت أو يعني ارتباط آمن يعني الطفل حاسس بالأمان من ناحية علاقته بالعيلة تمام؟ طيب أه الاطفال دي نشات في بيوت كانت الام فيها او الوالدين بشكل عام جو البيت فيه هدوء الطفل ده ما أه الطفل لما بيعيط بيستجيبوا له في طلباته مش معناه لازم يستجيبوه في ثانيه بس بشكل عام نسبه الاستجابه لطلبات الطفل عاليه أه نيجي للنمط الثاني افويدنت اللي سموه بيه يعني معناها الطفل ده هو بيتجنب طفل متجنب طيب متجنب ليه لقوا هنا لما الام ابتدت تسيب الاوضه في نفس الاختبار اللي احنا اتكلمنا عليه أه كتير من الاحيان كان الطفل ده ما بيعملش حاجه ولا بيحاول يطلع ناحيه الباب ناحيه مامته ولا بيحاول يعيط ولا اي حاجه ولما الام رجعت تاني الطفل ما تغيرش اكن الام ولا خرجت ولا دخلت يعني الطفل في حاله تمام فهنا سموه متجنب ليه متجنب اكنه متجنب العلاقه مع الام اساسا طيب ليه القصه دي هي حصلت ان هو مش فارق معاه قالوا لان الكلام ده هو حصل في البيوت اللي كان فيها الاهالي مش بتستجيب لطلبات الطفل يعني الطفل دلوقتي لو متضايق من حاجه الام مش بتبص لعياطه الطفل ده هو حزين من حاجه نفس القصه الطفل بيعيط ما فيش اي رد فعل من الام فالطفل ابتدى يقول واضح ان انا طلباتي مش مستجابه فواضح ان احسن ان خليني في حالي دي بقت زي الحاله السيكولوجيه بتاعته فابتدى الطفل ده هو ما يبقاش فيه ارتباط كتير بالام ولو ان الاطفال دي هي ساعات كتير بيبقى عندهم زي عنف زايد عصبيه زايده وساعات بيبقوا لازقين في حاجات بس يعني زي لازقين للام او حاجه بس مش بتحصل كتير بس معظم الوقت بيبقوا عصبيين نفسيتهم مش تمام في حزن حاسس ان هو لوحده فاصل نفسه تماما عن الدنيا وحاسس كأن الدنيا مش مريحه نيجي للنمط اللي بعد كده النمط اللي بعد كده الطفل كان قاعد في الأوضة الأم خرجت أول ما الأم خرجت آه، ابتدى ان هو يبقى متضايق او يحاول يقرب ناحيه الباب او عايزها لما الام رجعت وحاولت تهديه وتطمنه وما فيش حاجه حبيبي وكده طفل فضل لازق لها بزياده اكنه خايف ان هي تمشي تاني تمام يعني ما رجعش ان هو يهدى قالوا ان ده هو من الاطفال كان في العطاء او الاستجابه العاطفيه اللي الام بتديها ما كانتش ثابته فهي كانت ساعات بتستجيب له وساعات مش موجوده له بتكبر دماغها او مشغوله في حاجه او مشغوله في مشاكلها فمش معبره البيبي ده قوي فابتدى ان الطفل ده هو يحس بعدم شعور بالامان يعني ماما ساعات بتبقى موجوده بس ساعات بتتاخد مني خالص فبقيت انا عايز ايه؟ بقيت عايز امسك فيها قوي قوي عكس الاولاني الاسف اللي قبليه على طول قبليه على طول كان هو شايف ان هم اساسا مش موجودين فانا قررت اخد جنب لكن ده شايف اكن حد بيلعب بيه زي ما نقول مثلا حد في علاقه شويه قرب وشويه بعد فانا ما فاهم وبقيت اكني قاعد بفكر فيه اكتر واكتر اخر بقى نمط شافوه والنمط ده بيقولوا إنه هو اكتر الانماط الغير صحيه تمام ولدرجه ان هم يعني قالوا اكنه نمط مرضي شويه وقالوا ان ده بيكون 80% موجود في حالات الابيوز الابيوز يعني اللي الاطفال بتتضرب فيها تمام مش بتكلم بقى على ضرب اللي هو مثلا حد عاقبه فعمل له كده خفيف لا انا بتكلم على اطفال بتتضرب بتتضرب يعني حاجات بقى فيها ضرب جسدي والام جسديه عاليه جدا هنا لقوا ان التصرف بتاع الطفل مش مفهوم يعني الطفل ساعات في حاله ساعات قاعد بيعمل حاجه ملهاش معنى مش قاعد حتى بيلعب لوحده لعب مفهوم طفل تصرفاته غريبة حركته كلها في الأوضة غريبة مامته مشيت مامته ما جاتش كل ده مش فارق معاه ليه الطفل ده بقى حاسس انه هو في أي وقت أكنه عرضة للضرب وعرضة للإهانة وعرضة لحاجات زي كده نبتدي ندخل على حاجة تانية مهمة جدا برضو في النمو النفسي كل ده احنا لسه مش بنتكلم في اضطرابات بنتكلم في حاجات تربوية بتفرق معانا ده اسمه النمو النفسي الاجتماعي لإريك إريكسون تمام في حاجه ممكن تقروها بس مش هندخل فيها في تفاصيل اسمها النمو النفسي الجنسي ده بتاع فرويد تمام بس بصراحه النمو النفسي الجنسي بتاع فرويد اهميته محصوره شويه يعني بالنسبه لنا كبنفكر في حاجات اجتماعيه اكتر النمو النفسي الاجتماعي بتاع اريك اريكسون اكثر اهميه منه اريك اريكسون ده قال ايه قال ان احنا كلنا بنعدي من واحنا اطفال لغايه لما نكبر لغايه لما نموت عشان كده النظريه بتاعته دي مش بتوقف على سن معين دي حاجه مستمرية طول الحياه ان احنا بنعدي خلال مراحل وكل مرحله عندي فيها صراع وعندي فيها هدف عايز ان انا اوصل ساعات بحاول احققه وساعات بفشل فيه فبطلع بنتائج معينه فابتدا اول مرحله اتكلم فيها اريك اريكسون من عمر اول ما الطفل ده بيتولد لغايه لما يبقى عمره سنه ونص تمام قال ان هو هنا بيبقى عنده صراع بين الثقه وبين عدم الثقه تمام يعني هو حتى بالانجليزي بيسموه تراست versus Mistrust تمام طيب ثقه وعدم ثقه في ايه نفس اللي احنا اتكلمنا عليه في اللي قبلها اللي هو انا لما بعيط العيله بتستجيب ولا لا الكير جيفر او الام او الحد اللي واخد باله مني بيستجيب لطلباتي يشوف ان انا مثلا آه ان انا مثلا محتاج يتغير لي محتاجه ارضع محتاج كذا ولا ما فيش حد بيبص عليا ومن هنا الطفل ابتدى يطلع عنده نمط اسمه يا انا واثق في الحياه دي هي يا اما الحياه دي اساسا مش المفروض ان انا اثق فيها وانا داخل في عالم خطر. فهو اللي هنا بيتكلم فيه قريب شويه من الكلام بتاع الحته اللي قبلها كنا بنتكلم فيها. طيب المرحله اللي بعدها سنه ونص لثلاث سنين هنا صراع بين التحكم الذاتي ضد الخجل. التحكم الذاتي او اللي هو بالانجليزي بيسموها اوتوماتيزم آه يعني بما معناها انا من نفسي ممكن اتحرك وممكن اعمل حاجات مش لازم اخد اوامر من حد تمام؟ في المرحلة دي لقوا إن الطفل بعد مرحلة سنة ونص هو خلاص ابتدى يمشي عند سن سنة ابتدى إنه يكتشف يجي يلعب في حاجة هنا يجي يمسك حاجة هنا يشوفوا بقى وهو دايما هو بيعمل كده كمان بيبص على العيلة بتعمل إيه لقوا إن في بعض الأهالي على طول يقولوا له ما تمسكش ده ما تلعبش في ده عيب قعد هنا ما تتحركش فهنا ابتدوا ينموا في حاجة اسمها ما تتع... يعني ما تتحركش من ذاتك ما تتفاعلش من ذاتك فهنا ابتدوا ينموا جواه خجل طيب الطفل ده احنا هنتوقع انه هو لما هيكبر هنلاقيه عامل ازاي هنكبر مثلا نلاقيه عنده 15 16 سنه رايح معزوم عند ناس قاعد في حاله مثلا عطشان انا محرج ان اقول عايز اشرب ليه انا تعودت انه عيب ان بادر اعمل حاجه فهي دي بقى قصه الاوتوماتيزم اللي باصدت عنده ان هو ما بقاش عنده مبادره لاي حاجه كل حاجه بقى شايف انه عيب ان انا اعمل كذا عيب ان انا ابتدي عيب ان انا اطلب طلبات فخليني في حالي انا شخص بجيب الخجل لعيلتي هي دي بقى المقصود بقصه الخجل انما فيها الخجل لان عيلتي بيقولوا لي غلط اللي انت بتعمله غلط اللي انت بتعمله خلاص خليني قاعد في نفسي طب والعكسهم بقى لما العيلة تسيب الطفل ينطلق ويلعب هنا ويلعب هنا بيطلع الشخص ده شجاع أكتر مغامر أكتر بيجرب حاجات جديدة أكتر طيب فالصح إن إحنا نعمل إيه؟ الوسط <applause> الوسط ليه؟ إحنا مش عايزينه يعني ما أنت هتسيبيه هيروح يلعب في كوبس في الكهرباء هتقولي سيبيه خليه يكتشف كوبس الكهرباء دي هي عدت على خير كبر بقى معناها انت ما عندكش مشكله مثلا تجرب تشرب حاجه غلط عارفين حتى بتلاقوا العائلات ساعات النمط ده مكمل فيهم يعني التربية نفسها مكملة اللي هو سيب ابني أنا ابني أنا معوده إن هو كل حاجة يعمل يعملها زي ما هو عايز وهو مسؤول عن تصرفاته جرب حاجة غلط هو مسؤول نفس النمط ده هتلاقيه من هو صغير هو مسؤول بشكل عام فالحتة دي هي مشكلتها إن هي بتدي له جراءة وشجاعة زيادة وحب استطلاع شوية زيادة فشكرا نقول إحنا عايزين وسطية في حاجات نسيبه يكتشف في حاجات نقول لا هنا خلينا ان احنا يعني مثلا دي ما تتعملش المرحلة العمرية اللي بعد كده سن ثلاث سنين لخمس سنين وهنا إريك إريكسون قال إن بيبقى في صراع بين المبادرة والإحساس بالذنب تاني نفس القصة زي بالظبط اللي قبلها بس هنا ابتدت القصة تبقى على مستوى أكبر وأكبر يعني هنا بدل ما هو طفل متحرك هنا بقت عبارة عن طفل بقى في سن في بدايه دخول مدارس او حضانه، ابتدى ان التفاعل يبقى اكتر واكتر، ابتدى ان هو يقول لنا انا عايز كذا انا مش عايز كذا، انا عايز البس الحاجه دي وانا رايح المدرسه، انا او وانا خارج او او، وابتدت ان الحته دي يا بتديله احساس انطلق براحتك واعمل اللي انت عايزه، يا اما لا برده انت حاسس بجيلت فيلينج او احساس بالذنب لان زي القصه اللي قبلها بالظبط ان انت مش المفروض تعمل حاجات من دماغك مش المفروض تختار مش المفروض تختار تلعب بايه وهكذا المرحله اللي بعدها 6 ل 12 سنه اللي هي بقى بدايات اولى ابتدائي في مطالعة دي هي النقطتين اللي هو بيدخل فيهم اللي هي المصابره قدامها النقص هنا بيبتدي يشوف يقارن نفسه وقدراته بالناس اللي حواليه في المدرسه تمام انا قادر ان انا اعمل زيهم لا انا مش قادر لا انا بيتقال ان انا وحش في الفصل بيتقال لي نمري وحشه بيتقال لي ما بسمعش الكلام لا بيتقال لي ان انت برافو وانت كويس وانت كذا طب ده على مستوى الدراسه برضه على مستوى التعامل الاجتماعي مع الاطفال لان احنا هنا مش بنتكلم على ذكاء احنا هنا بنتكلم كله نمو اجتماعي فنفس القصه قادر انه يتعامل مع الولاد لما حد يجي يضايقه بيعرف يرد وبيعرف يعمل كذا فيا اما هيطلع له احساس ان انت تقدر يا يعني اما بيطلع له احساس انت عندك نقص مهاراتك الاجتماعيه قليله مشاكل كتير قليله فلا مش هتقدر ان انت تعمل كده مرحله مهمه جدا 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 ودي كلنا هيكون عندنا فيها فكره عن الحته دي 12 ل 18 سنه ليه مرحله المراهقه في المراهقه بتشوفوا شخصيات كتيره بتتغير وما بنبقاش فاهمين هو ليه اتغيرت فكرتها ان هو بيحاول يبحث عن هويه انا طلعت وانا صغير بيقولوا لي هويتك مدارس الاحد وهويتك مش عارف تلميذ شاطر أو كذا كذا انا ما أي حاجة لغاية دلوقتي في هويتي ندخل بقى سن المراهقة يبتدي بقى الافكار كلها تتلاعب طب ما في ناس بتعمل حاجات تانية خالص طب ما في ناس هويتها حاجه تانية خالص طب ما في ناس كبار مثلا انا معجب بيهم في التلفزيون في اي حاجه ليهم هويه مختلفه عني عيلتي صح ولا انا صح مدرستي صح والتعليم اللي موصلهولي صح ولا ناس تانية اللي صح ويبتدي من هنا يبقى مش عايز ياخد اوامر عشان كده بنقول سن المراهقه في عند تمام ليه انا عايز اكتشف هويتي مش عايز ان حد يغششني هويتي ما حدش يقول لي انت حدش يقول لي انت كذا 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 هويتك لا انا عايز ان انا اللي اكتشفها ساعات بقى بعض الناس من قله الثقه في النفس بيدخلوا في قصه ارتباك او بيبقى مش عارف ولايس ونلاقي كل الدنيا عباره عن لا ما طلعش بيها بهويه طلع من مرحله المراهقه ب انا مش عارف انا ايه انا مش عارف نفسي انا مش واثق من نفسي ومش عارف حاجه ومش عارف انا مين مش عارف انا بعمل الحاجات دي هي ليه بعد سن البلوغ لغايه 35 سنه بيبقى في صراع بين الالفه وبين الوحده تمام والقصه دي بتبتدي تنتج عن الحب وبيبتدي يشوف فيها الشخص ده هو انا عارف في حياتي ابقى محبوب ولاقي نفسي اجتماعيا لاقي نفسي في علاقه عاطفيه لاقي نفسي في حاجات محسساني ان انا ليا قيمه ولا انا حاسس ولا انا حاسس بوحده وحاسس اكني مش مسنود من الناس وكلام زي كده المرحله اللي بعدها اللي هي من سن 35 سنه لغايه 55 او 56 دي مرحله الشغل يعني زي ما كل الناس عارفه وزي ما حتى موجود في الكتاب المقدس ان سن ده هو بتاع يعني سن اللي فيه الشخص بقى خلاص يعني راشد او ماتيور وابتدى بقى في مرحله الشغل اللي فيها انتاج عالي قوي فبقى هنا الصراع بين الانتاجيه والركود انا حاسس ان بكبر وحاسس ان بعمل حاجه وليها دور مؤثر في المجتمع ولا انا واحد قاعد في حاجه مش حاسس ان بكبر فيها خالص وبس باخد مثلا مرتب ثابت بيت الشهر وخلاص ومش حاسس بنفسي في اي حاجه او جايز حتى مش بشتغل فحاسس ان الوقت بيعدي وخلاص تمام وأزمة منتصف العمر بتبقى طبعا في وسط المرحلة دي هي بتبقى بدري شوية عند البنات غالبا عند البنات بتبقى في الثلاثينات عند الرجالة ممكن تبقى في آخر الأربعينات في الآخر بقى خالص دي آخر مرحلة في المس في على المستوى النمو النفسي الاجتماعي بيعدي بها الإنسان في آخر حياته الارتياح وسلامة الأنا ضد اليأس تمام؟ هنا بقى بيبقى قصه ان الواحد كبر هل هو شايف ان هو حياته قضاها بطريقه مريحه ليه وحس ان هو مقتنع باللي هو عمله ولا حس ان الدنيا لا فاتت وخلاص وحس ان هو جايز حتى ملخبط ومعندوش سلام مع فكره ان الواحد خلاص قرب على ايامه الاخيره. طيب الطب النفسي بيتعامل مع الاطفال في شويه حاجات صغيره مختلف شويه عن التعامل مع الكبار بما معناه احنا مثلا بنستخدم التلوين والرسم مع الاطفال في علم النفس او ممكن تستخدم مع الكبار بس غالبا ما بنستخدمهاش مع الكبار تمام بعض الناس في حتت بتستخدمها بس غالبا الكلام ده هو اكتر مثلا مع الاطفال ليه لان الاطفال طريقه تعبيرهم مش واضحه قوي زي الكبار يعني مش بيجي يقول انا حاسس ان انا حزين معظم الوقت وعندي كتاب لا مش هيجي يقول كده، احنا هنتفرج على تصرفات، بقى عصبي زيادة، ما بقاش يسمع الكلام قوي، بقى يقعد في حاله شوية زيادة. فعشان التعبير عندهم مش عالي، فاحنا بنبقى محتاجين شوية إن احنا ندور على طريقة نطلع بيها اللي جواهم أكتر وأكتر. فعشان كده بنستخدم منها أساليب زي الرسم والتلوين تعبر. فندي مثلا مثال هنا بنت قاعدة ترسم حاجة حاجة فيها ألوان فيها صورة بنت فيها صورة بيت كلام زي كده هنا بنت رسمة بنت واقفة في جنينة حاجات منورة كلام زي كده هنا يعني هي دي رسمة كبيرة شوية على طفل صغير بس هفترض الطفل رسمها بشكل أبسط احنا احنا مش بنقول ارسم ولا حاجة حزينة ولا حاجة سعيدة ارسم اللي يجي في دماغك أو ارسم ولد لو هو ولد ارسمي بنت تمام هو بقى اللي من نفسه يروح راسم يا الولد مبسوط بالوان تدل على السعاده يا اما ولد شكله مكشر او الالوان حتى اللي مستخدمها غامقه بزياده واكن فيها دراما شويه فنفهم لا هو اكنه مضطرب الدنيا مش تمام. طيب زي ما قلنا بعض الاعراض في الكبار بتختلف في الشكاوي الاطفال بتختلف عن الكبار. ف نقطه كمان برضو مهمه ليه احنا بنتعامل مع الاطفال غير الكبار لان المتوقع في طفل في سنين العمر المختلفه مختلف في كل مرحله يعني حتى في حاجه كانت بتقول ان الطفل في اول كام سنه ليه بيسمع الكلام عشان ياخد مكافاه يا اما يتفادى العقاب دي في اول كام سنه بعدها بيزيد عليها عشان ابقى انا ماشي مع الناس اللي زيي، يعني انا قاعد في الفصل ساكت وانا في اعدادي عشان بقيت الناس قاعده ساكتين، فالمفروض النورم حاجه بتتسمى النورم او الطبيعي اللي الناس عاملاه او اللي هو حكم الجماعه انه كله ماشي منظم فانا همشي منظم زيهم عشان ما ابقاش غريب، عشان ما شتش. بس في اول كام سنه بيبقى الدافع الاساسي عنه هو بس ثواب وعقاب، اقعد ساكت يا اما هتتعاقب، اعمل ده هو عشان نكافئك. كده بالظبط لما بقى بنكبر اكتر واكتر بنبتدي نفهم ان حتى النظام بيبقى فيه شويه مشاكل طيب اخر حتة هدخل فيها في مراحل النمو تاني بتاعة الاطفال اللي هو حاجات بسيطة بنشوف بيها الطفل المفروض يبقى قادر انه يعمل ايه في كذا مرحلة فعند سن 3 ل 4 اشهر مفروض الطفل انه يبقى بيتفرج على الوشوش وكأنه مبسوط عايز يتعلم حاجة او شايف حاجة فيهم وفي نفس الوقت لو حاجة بتتحرك هو متابعها تمام؟ ويبتدي يبقى بيقدر انه يتعرف على حاجه يعني يقدر أنه هو يتعرف على وش ماما، وش بابا، بس لسه مش بتفاصيل، الوش الرؤيه بتبتدي توضح على الاخر عن سن ستة اشهر، قبلها هي سنه بسنه قاعده تزيد من اول ما اتولد الوان وخلاص، اكن ضوء الوان، سنه بسنه قاعده صورة توضح توضح لغايه ستة اشهر. وابتدي برضو في ثلاث لاربع اشهر انه يبقى عنده ضحكه اجتماعيه، يعني لما يلاقي ناس داخله وحد بيحاول يلعبه يبتدي يبقى فيه ها ابتسامه. عند سبعة اشهر بيبتدي انه يتاثر باللعب مع الاخرين، فيبتدي بقى ان احنا نلعبه حركات بقى واللي هو نخبي نفسنا ونخبي وشنا ونطلعه وهو نبتدي نلاقيه بيتفاعل ويضحك اكتر واكتر ويبقى عايز نعيد اللعبه وكلام زي كده، ويبتدي انه يبقى بيعرف اسمه عند سن سبعة اشهر، تمام؟ عند سن سنه ده سن مهم جدا لان بيبتدي الطفل يمشي عند سن سنه بيبتدي انه يعرف يقول اول كلمه ليه عند سن سنه ده الكلاسيكي طبعا في ناس بتسبق سنه في ناس بتاخر سنه بس ده الكلاسيكي آه وممكن يبتدي انه يشاور على بعض الحاجات عند سن سنتين من ناحيه الكلام بيبقى بيعرف يقول كلمتين على بعض يعني عايز اكل عايز اشرب كلمتين ورا بعض مش اكتر يقدر انه يشاور على حاجات ويقدر يبتدي يعني الكلام عنده يبقى اعلى يقدر يقول كوبايه كذا ده اسمه كذا ابتدي يعرف الحاجات دي وزي ما قلنا انه يركب كلمتين على بعض عند سن ثلاث سنين يعرف انه ينظم حاجات بالاشكال والالوان وبيعرف يقول جمل فيها ثلاث كلمات ورا بعض انا عايز كذا مثلا ثلاث كلمات ورا بعض سن أربع سنين يعرف يسمي ألوان أكتر يعرف يحكي قصة والقصة تبقى طيب بسيطة بس الناس تفهمها يعني سن أربع سنين ده ممكن يقول أنا رحت المدرسة لقيت مش عارف كذا المدرس كان كذا كده كلام بسيط بس في الآخر نقدر إن إحنا نبقى عند سن خمس سنين يغني يرقص يمثل يقدر يعد لغاية عشرة أو أكتر يقدر يسمي على الاقل اربع الوان صح من غير ما يلخبط فيهم وهنا بيبقى يقدر يقول خمس كلمات على بعض طيب دي معلومات عامه كده عن نمو الطفل وهو صغير وطبعا اللي حابب يقرا فيها حاجات كثيره جدا يعني زي ما قلنا فرويد كاتب عن النمو النفس الجنسي آه ناس تانية كاتبه عن النمو الاخلاقي حتت كتير جدا مكتوب فيها حاجات بس عشان نبتدي بقى ندخل في الجد انا استفدت بالمعلومات القليله دي هي كده ك بيزك ونبتدي بقى ندخل في ايه هي الاضطرابات الموجوده في الاطفال والمراهقين. اول حاجه عندنا مهمه جدا هو اضطراب الاي دي اتش دي او اللي هو بالعربي اسمه اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه تمام؟ الاضطراب ده ليه مهم جدا؟ لانه موجود لحوالي 3 ل 8% من الاطفال في سن المدرسه كل فصل المدارس احد على الأقل فيه واحد يا اثنين عندهم اي دي اتش دي. ثقافة المجتمع زمان قبل ما كانت تفهم الحتة دي قوي كانت بتقول طفل شقي وقليل الأدب تمام كلام ده مع الوقت ابتدى انه يتغير ونبقى فاهمين ده طفل عنده اضطراب فرق الحركة فرط الحركة وتشتت الانتباه او التركيز طيب طفل ده منظره بيبقى عامل ازاي طفل مش عارف يقعد على بعضه على طول بيتحرك بيبص حواليه مشتت يعني مش قادر يقعد يسمع الناس لفترة تركيزه اصغر من سنه اكتر اطفال مشغبة يعني اكتر اطفال مشاغبه ومش شرط يكون يعني اكن يعني تكوينه وحش يعني مش هو طفل قليل ادب لا هو ممكن يبقى محترم جدا بس حركته زياده قوي وتركيزه فيه مشاكل وبيزهق بسرعه جدا وعلى طول عايز يتحرك وساعات ممكن نهديه لو زعقنا او هددناه بس يعني بيبقى ماسك نفسه بالعافيه وعند اول فرصه تاني ليه رجع يتحرك تاني هنا برضو جايبه فكره ان الطفل قاعد سرحان او اكتر طفل بيتحرك طابور واقف الطفل ده قاعد يطلع بره الطابور ويدخل جوه الطابور قاعد يشيل كرسي ويشيل حاجات ورايح جاي كلام زي كده انواع التركه وتشتت التركيز ثلاث انواع تمام ده من أهم الاضطرابات اللي لازم نركز فيها في الأطفال يعني الاضطراب ده بالذات يعني معلوماته مهمة جدا لأنها هنقابلها ولأن تقسيمته وحاجات فيه داخلة مع حاجات في الطبيعي فمهم جدا إن احنا نبقى فاهمينه. في نوع عنده مشكلة بس في التركيز، في نوع عنده مشكلة في الحركة الكتير والاندفاعية بس، في نوع مختلط يعني عنده الاتنين مع بعض. طيب زمان كانوا بيقولوا ان النوع اللي عنده مشكلة في التركيز بس لكن ما عندوش حركة كتير ولا اندفاعية ان ده اساسا ممكن ما يبقاش ADHD او اضطراب فرط الحركة ممكن يكون هو قدراته المعرفية قليلة في حتة التركيز طب ليه بيقولوا كده عشان ده لقوا اقل نوع الادوية ممكن هي تستجيب فيه اللي هو تركيز بس في قليل يعني انا بالنسبه لي احسن لي كطبيب ان يجي لي الطفل حركته كتيره مع قله التركيز على انه يجيلي لي قليل التركيز وبس قليل التركيز وبس غالبا استجابته للادويه اللي بتزود التركيز اضعف بكتير لان هو اساسا مش اي دي اتش دي قوي مش قوي اي دي اتش دي طيب كل حاجه في شويه اعراض هناخدها وهنبتدي نشوف هي ايه في كل نوع منهم بحيث ان احنا نقدر نشخص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه طبعا اي اعراض في اضطراب الاي دي لازم على الاقل تبقى موجودة ستة اشهر لو اقل من ستة اشهر هتبقى حاجة وقتية بس حاجة كمان لازم تبقى الاعراض دي موجودة في مكانين مختلفين يعني مثلا المدرسة والبيت مدارس الاحد والمدرسة ليه؟ لان لو هو هادي في البيت هادي في مدارس الأحد، شقي في المدرسة معناها المشكلة في المدرسة، مش هو أي دي اتش دي. فعشان يساعدوا أن هم يفهموا أن المشكلة مش في المكان، قالوا على الأقل لازم يكون الأعراض دي هي موجودة في مكانين. طيب، إيه هي أول حاجة نمسكها في الأعراض بتاعة اضطراب فرط الحركة وتشتت التركيز في بقى النوع اللي عنده مشكلة في التركيز. واحد هيبقى مش بيعرف ان هو يركز في التفاصيل فبيعمل اخطاء بسهولة يعني مثلا مش مركز في راس السؤال قال ايه فابتدى انه يحل حاجة تانية خالص تمام لانه قرب كروتة راس السؤال عنده مشكلة في انه يقعد يعمل حاجة محتاجة تركيز ذهني طويل حتى اللعب يعني لو طلبنا منه اقعد ركب بازل كبيرة هو هيتعب في النص وهيبتدي ما يركزش في البازل دي هي ليه لانها محتاجة مجهود ذهني كبير اللي مش عايزكم تتلخبطوا فيه ان الاطفال دي بتقدر تقعد على الكمبيوتر على الموبايل على التلفزيون فترات طويله جدا ومركز ده لان التركيز في الحاجات دي هي كمبيوتر والموبايل اللعب ده تركيز سلبي يعني بياخدش مجهود ذهني فعش كده بيقدر لان الحاجه شداني قوي لدرجة انا بس قاعد مسترخي وهي شداني لكن لما بنى عليا اللي اركز في حاجه واعمل مجهود عشان اركز فيها هنا على طول تبتدي تبان مشاكله وعشان كده مشاكله بتبقى أكتر في الحتة الدراسية واضحة جدا بيبان على الطفل ده أنه هو ما بيستمعش لما حد بيبقى بيكلمه بيبان عليه أنه هو مش بيقدر يخلص الحاجه المطلوبه منه لو قعد أقوله انت هتاخد الحاجه دي من هنا تحطها هناك وتجيب لي الحاجة الفلانية، هيسمع نص الكلام ينفذه والنص التاني هنلاقيه وقع. عنده مشكلة في التنظيم، فكرة أنا انظم شوية مذاكرة بعدها خد راحة بعدها أعمل مش عارف إيه، عنده مشكلة كبيرة فيها. بالذات في السن اللي بيكون الكلام ده ابتدى يتكون فيه، لأن هو أي طفل لسه صغير قوي صعب ينظم أي حاجة، صعب ينظم وقته، بس حتى في السن اللي المفروض فيه يكون ابتدى ينظم وقته هنلاقي عندنا مشكلة في الحتة دي هي. بيحاول انه يبعد عن اي طلبات من حاجه فيها مجهود ذهني طويل، يعني اقعد اعمل واجب انا تعبان طب راحه بس، اصل انا مش قادر، على طول بيحاول يهرب منها لان هي بالنسبه له متعبه اكتر من بقيه الناس. بينسى كتير حاجات، يعني ينسى اقلام، كتب، في المدرسه، كلام زي كده، ايه فين كتابك؟ فين كتاب الكذا؟ فين القلم اللي لسه شارينه؟ ايه ده؟ نسيته. ليه؟ لان هو مش قادر يركز كتير في ان انت عليك قبل ما تمشي تجمع حاجتك كلها كلام زي كده كثيرا ما يشتت باي حاجه خارجيه يعني لو حصل اي صوت هو اول واحد عايز يركز مع الصوت ويسيب اللي بيعمله وعلى طول بيبان انه بينسى يعني كتير جدا لا هو ناسي ايه اللي حصل آه ناسي احنا عملنا ايه النهارده اخدت ايه في المدرسه ناسي ليه ناسي لانه اساسا مركز عشان يفتكر تمام ندخل في الحته اللي بعدها اللي هو الناس اللي عندهم الحركه الكتير حركه كتير بيبقى على طول قاعد يتحرك بيفرك سايب كرسي رايح جاي رايح جاي بيسيب كرسي في الفصل وفي او مواقف اخرى لابد فيها من الجلوس قاعدين عند ناس معزومين عندهم اقعد يا بابا قاعدين عند دكتور مستني نلاقيه في العياده رايح جاي مش قاعد على بعضه كلام زي كده بيجري ويتسلق كثيرا في مواقف لا يصح فيها هذا التصرف يعني نلاقيه اي حاجه راح ناطط فوق الديسك راح رايح يلعب في حاجه مش بتاعته كلام زي كده آه عنده مشكله في انه يلعب بهدوء يعني احنا هنلاقيه وهو قاعد يلعب الحاجات بتترمى والصوت عالي وغالبا بيبقى صوتهم عالي وكلامهم كتير وعلى طول بنحس اكنه بيتحرك بموتور يعني اللي انت ما بتتهدش انت ما بتتعبش كده بالظبط على طول رايح جاي اكنه بيتحرك بموتور واخر واحده اللي قلناها ان هو بيتكلم كتير طيب المندفع مندفع بيجاوب بسرعة قبل ما السؤال ينتهي يعني مثلا أنا عايزك تسمع لي الكذا كذا يروح طالع على طول حتى أنا ما كملش بيت السؤال واحد اتنين تلاتة أربعة وعشان كده برضو في الامتحانات بيجاوبوا من غير ما يكمل بيت راس السؤال بيقرا مثلا ان اكتب ما تعرفه عن كذا هي مثلا عايز في الاخر مع توضيح مش عارف ايه هو نط مع توضيح كذا ابتدى يكتب الجزء الاولاني بس عنده مشكله في انه يستنى طابور الطابور دي برضو من ضمن الاندفاعيه فهو واقف يعني اللي هو لا انا مش مستحمل لا اطلع بره او ازعق او اعمل اي حاجه وبيقاطع كتير الناس تانية وهي بتتكلم بيقاطع باباه ومامته واي حد تمام والاعراض دي هي المفروض ان هي تكون موجوده قبل سن سبع سنين بس في نوع من اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه بيجي في سن الكبار طيب قلنا ان على الاقل لازم يبقى الاضطرابات دي هي موجوده على الاقل في مكانين وبيكون النمو بتاعه متاثر يعني على مستوى التعامل الاجتماعي على مستوى التركيز في المدرسه وكلام زي كده عشان في قاعده احنا قلناها في الطب النفسي ان ما فيش اضطراب ينفع يبقى موجود لو مش مأثر على ولا عليا في حياتي في اي حاجه ولا على حواليا في اي حاجه يعني اي ظاهره موجوده ولا مأثره عليا ولا على حواليا اساسا مش هتبقى اضطراب تمام وإن قلة التركيز والحركة الكتيرة والاندفاعية مفيش اضطراب تاني هو ال يعني السبب اللي فيها. طيب زي ما قلنا دراسات بقى بتقول 3 ل 7 تانية التانية 2 ل 8 4 ل 6 هو في الحدود دي هي دي نسبة تواجده في الأطفال. طيب في حاجة مهمة جدا في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إنه كتير جدا بيبقى مصاحب بحاجات تانية يعني نادرا ما بنشوف حد عنده اي دي اتش دي بس كده تمام؟ كتير يا متاخر في الكلام يا عنده لخبطه في النوم يا عنده لخبطه في المزاج يا عنيد يا ابتدت سلوكياته تبقى سلوكيات مضاده يعني بيكسر بيتخانق اكتر وكلام زي كده عنده مشكله في الحفظ زي ما قلنا مشاكل في المزاج يدخل في الادمان ليه يدخل في الادمان؟ لكذا سبب واحد مندفع زي ما احنا قلنا غير كده الطفل الشقي اللي قليل الادب اللي مش عارف ايه اكتر طفل عرضه لانه اطلع حبيبي بره الفصل، طب هو هيطلع بره الفصل يعمل ايه؟ يمسك كتاب؟ لا، عند سن اعدادي واحنا طالعين اطلع بره الفصل دي بقى فيها سجاره، سجاره جابت حاجه اعلى، حاجه اعلى جابت حاجه اعلى وهكذا لغايه لما يدخل في الادمان. فعشان كده بقى في دراسه بتقول دوروا على كل الناس اللي عندهم ادمان مخدرات هتلاقوا 50% منهم المية منهم تمام يعني دلوقتي بقينا بندور كتير جدا في المدمنين ان 50% منهم عندهم اساسا اي دي اتش دي وفي ناس منهم عندهم لزمات عصبيه ودي برضو حاجه هنبقى ناخدها مع بعض كلنا لازمة العصبيه يا اما بتبقى حركيه يا اما بتبقى في الكلام يعني بنلاقي انه في تقطيع كده تمام يعني حركه قاعده تتعمل كتير لا اراديه او كلمه قاعدة كل شويه قاعد يقول حركه بكلام زي كده ايه اللي احنا المفروض ان احنا نعمله في المدرسة بحيث إن إحنا نساعد الأطفال اللي عندهم دي دول برا في مدارس مخصوصة معمولة اللي بتوع الـ دي آه واحد بيخلوهم كلهم يقعدوا قدام المدرس تمام يعني قاعدين في حرف يو مش زي ما انتوا قاعدين كده ليه لان فكرتها ان المدرس دايما اكتر ناس قادر يركز معاهم اللي في وشه مش اللي قاعدين ورا فلما هم قاعدين في حرف يو الطفل شايف ان مباشر في رؤية بيني أو في تعامل بيني وبين المدرس، في نفس الوقت بياخدوا بريكس كتيرة، وإحنا مثلاً لو إحنا بندي مدارس الأحد وعايزين نتعامل مع دول، هبتدي كل شوية أطلب منه حاجة، فلان تعالى ساعدني في كذا، فلان ممكن أنت تمسح السبورة، ليه؟ لأن هو كل شوية متعود إنه لازم يفصل سنة، فأنا بساعده إن الفصلة دي تبقى طبيعية. أو روح اغسل وشك وتعالى، كلام زي كده. هم بره لو عاملين مكان مخصوص للـ دي مش هيخلوه يقعد فترة طويلة بياخد محاضرة، يعني هيخلوه ربع ساعة خد بريك دقيقتين تلاتة، ربع ساعة تاني بريك تاني، نفس القصة إحنا هنعلمها لهم في المذاكرة، إن يعني لما يجوا أهالي بيشتكوا أولادهم عندهم ADHD، أنتوا هتبتدوا تقولوا لهم قسموا المذاكرة بفواصل راحة كتير في النص. تمام. ونبتدي نشجعهم على الحاجات الايجابيه على السلوكيات برافو انت على فكره بتساعدني كويس جدا برافو انت بتعمل كلام زي كده ليه لان طفل الاي دي اتش اتعود انه ما بياخدش غير كلام سلبي من المجتمع أنت مش شاطر زي إخواتك، أنت مش ملتزم زي إخواتك، أنت ما بتسمعش الكلام في الفصل، يجي ولي الأمر يسمع كلام زي الفل من المدرس إن ابنك عامل لي مشاكل وبصراحة ابنك ده أنت لو ما عدلتوش هيخرج بره المدرسة، كلام زي كده، فهم على طول حاسين شوية بإن هما فشلين فاشلين على مرفوضين، تمام؟ فعشان كده إحنا لازم ندور على إزاي نشجعهم، وإحنا لازم إحنا نبقى من الأول عندنا فكر تاني اللي هو كل حد يعني سبيشل او ناجح قوي في حاجه ما فيش حاجه اسمها ان طفلي ده عشان تركيزه قليل ولا ذكائه الاكاديمي مش عالي قوي معناها ابني وحش ابنك حلو جدا زي الفل وده احنا بنقول للكبار حب نفسك زي ما انت ابتدي اقول لابني لا ما تحبش نفسك ولا انت وحش ولا انت كذا لازم الطفل من هو صغير يبقى قابل نفسه وحابب نفسه زي ما هو وابني وهو صغير هياخد الكلام ده مننا احنا الاهالي والمدرسين والمجتمع في حاجات تانية ساعات بنقدر ان احنا نعملها زي مثلا لما هو يبقى بينسى كتير نطلب منه مثلا علق كروت او ورق اللي هو بيلزق مثلا في اوضتك على الباب على الديسك على حاجه تفتكر بيه الحاجات اللي انت لازم تعملها كل يوم فبحيث كل حاجه تعملها تشيلها ان انت عملت هوم كذا افتكرت تعمل كذا كلام زي كده ليها طرق كتيره ان احنا نعملها بس هي ببساطه حاجه بتساعده انه يركز الرسم بالتلوين من ضمن الحاجات اللي بتساعد في علاج الاي دي ليه لان الرسم بالتلوين بس مش لو تلوين كده اللي هو بحرك ايدي وخلاص اللي هو ما بطلعش بره الخط ده بياخد مجهود ذهني يعني بيحتاج اللي هو تركيز ايجابي مش تركيز اللي هو وانا قاعد سرحان بشخبط فالتلوينة او الرسمة بتتلون فدي من ضمن الحاجات ساعات تانية عشان نضرب لهم الذاكرة اللعب اللي انتوا عارفينه اللي هو بتاع كروت مقلوبين على ظهرهم في نوعين زي بعض من كل حاجه ويبتدي يقلب ويبتدي يحفظ ده كان فين؟ اكنه بيدرب شويه الذاكره بتاعته، وفي نفس الوقت بنحاول نقلل لهم جدا اي حاجه مشتته لان هم اسهل ناس بتتشتت، بنحاول نعلمهم يذاكروا بالصوت والقرايه عشان نشتغل على الذاكره السمعيه والذاكره البصريه، احنا عندنا نوعين من الحفظ، نوع في الذاكره السمعيه، نوع في الذاكره البصريه، احنا بنبقى عايزين معاهم ان احنا ندرب الاتنين دول. <applause> تمام حاجة تانية بنعملها برضو إن إحنا نستخدم حاجة نعمل له فيها تشجيعية بالظبط يعني شارت زي دي مثلا جدول كده في أيام الأسبوع وفي مثلا الواجب في إن مش عارف أنت صليت في أنت ما اتخانقتش النهاردة كلام زي كده ولو الطفل صغير بنحط له سمايلي فيس صورة وش مبتسم لو اكبر شويه ممكن بس نبقى بنعمل علامات صح لو هو حاسس ان السمايلي فيسز دي هي صغيره شويه على سنه وده بنبتدي ان احنا بنشجعه بيها وممكن على اخر اليوم اقول له انا هلعب معاك حاجه لو انت سمعت الكلام وعلى اخر الاسبوع هجيب لك يا هديه صغيره يا نخرج خروجه صغيره عشان انت بقيت ماشي كويس تمام بس واحنا بنستخدم التكنيك ده هو بنستخدمه بالتشجيع بما معناه انا مش انا ببتدي له بدايه اليوم قبل ما هو يغلط اقول له يلا برافو شكلك النهارده هتعمل اداء حلو يلا اهو ابتدي اعمل واجب ويلا نحط لك السمايلي فيس ايه ده برافو خدت اتنين سمايلي فيسز يلا كمل شويه ونلعب اللعبه اللي انت ايه ده ده انت حلو قوي الاسبوع ده اهو كده ليه لان لو احنا ما شجعناش هو ابتدى يعمل حاجه غلط ابتدى يلاقي بدل سمايلي فيسز او علامه الصح إكسات كتير هو كده هيبتدي يعني دكتور هيبتدي يبقى عصبي أكتر حزين أكتر فلو إحنا لقينا أن الطفل ده هو بالجدول ده استجابته ضعيفة ومش بيجيب نتائج حلوة أحسن ما نعملش الجدول يعني جدول يمشينا يعني إيجابي أكتر لأ نوقفه أحسن تمام حاجه تانية مهمه ان احنا نتاكد ان الطفل ده هو فاهم اللي احنا بنقوله له ليه لان هو كتير اساسا ما بيركزش بسرعه فلو احنا ابتدينا نراجع وراه انت فاهم ايه اللي عليك تعمله فاهم ايه اللي ممنوع تعمله طب قول يارا ورايا وان احنا الناس دي بتبقى شويه مش عايزه رغي عايزه حاجات اعمل كذا يعني يعني كل ما الرساله ابسط واصغر ومحدده نسبة انه يعرف ينفذها هيبقى اعلى وخدوا بالكم الكلام ده حتى لينا احنا كمان بس هو عندهم هم بيبقى اكتر واكتر هو مش اكتر شخص عايز رغي كتير في شرح الموضوع هو عايز كلام بالظبط حتة دي مهمة جدا للأهالي ان انتوا لا تنتظروا الكمالية من الاطفال يعني عادي انه يعمل اخطاء عادي انه يبقاش اشطر واحد عادي انه يجيب النمر اللي يجيبها مش مشكلة وان احنا دايما نفضل بنستخدم ليهم تحفيز تمام برضو بنعرف المدرسة ان هم ادولوا بريك صغير ان انتوا ادولوا الامر بحاجة بسيطة يعني الكلام نفس الكلام اللي احنا بنقوله للاهالي هنقوله برضو للاطفال تاني انا عايز اراجع شوية نقط مهمة في اضطراب فرط الحركة عشان يبقى لميناه كده في كم نقطة بسرعة وندخل على طول على التوحد اضطراب الفرط الحركه وتشتت التركيز قلنا فيه ثلاث انواع نوع عنده مشكله فقط في التركيز نوع عنده مشكله في الحركه الكتير والاندفاعيه نوع الثالث مختلط بينهم كلهم قلنا ايه اكتر انواع بتستجب للعلاج النوع اللي فيه حركه كتير واندفاعيه او المختلط نوع اللي فيه قله التركيز بس مش اكتر نوع بيبقى موجود طيب الحاجه الثانيه اللي قلنا ان هي مهمه جدا ان احنا لازم ندور في طفل الاي دي على حاجات تانية تكون مصاحبه قلنا اطفال الاي دي اتش دي ساعات بيبقوا مصاحبين بايه تاخر في الكلام لازمات عصبيه اضطرابات مزاجيه ادمان ممكن هو كبير، اضطراب العند اللي هو اسمه او دي كل ده ممكن ان هو يجي معاه، فاحنا مش بنبص على الاي دي اتش دي فقط برؤيه كده واحده، لا بندور على بقيه الحاجات التانيه معاه، دورنا ايه؟ نقطع له المذاكره، نخليه بيعمل حاجات تساعده انه يفتكر، اه نمرنه ان ما يبقاش فيه تشتيت خالص وهو بيذاكر، نديله حاجات بتشجعه، ما نبقاش طالبين منه المثاليه و أه نعرف المدرسة ان هو يمشي ازاي وقلنا على الاقل لازم اللخبطة دي تكون موجودة في مكانين البيت والمدرسة مدرسة ومدرس احد البيت ومدرس احد عشان نشخصه الناحية البيولوجية لا لأ الكيمياء مش سليمة وقالوا في نظريات ولسه ما فيش نظرية واحدة ثبتت ان هي دي اللي ليها دعوة بالاي دي دي يعني في نظرية قالت ان قشرة المخ نشطة زيادة عن لزوم وفي نظريه طلعت عكسها خالص بتقول قشره المخ قليلة في النشاط. ايه فكرتهم في النظرية دي ودي؟ اللي قالوا نشيطة زيادة عن اللزوم، قالوا نشيطة زيادة عن اللزوم لدرجة إن هو بقى أكنه راكبه موتور، فهو عايز يتحرك ويعمل يعني يعني أسرع مننا، عايش في عصر سرعة أسرع مننا، ده سبب النشاط الزائد. النظرية اللي قالت لا ده في خمول في نشاط قشرة المخ، قالوا من كتر ما هو خملان وعايز ينام، هو بيتحرك كتير عشان يحاول يفوق نفسه. تمام بس هو اللي مؤكد ان بعض الأشعاعات اللي هي بتوري بقى نسب النشاط في مناطق مخ مختلفه لقيت ان بيبقى عنده لخبطه في مناطق معينه بس ايه السبب بالظبط مش عارفين اتقال في الدراسات ان كتير من اطفال الاي دي لو عملنا لهم رسم مخ هنلاقي رسم المخ ملخبط بس قالوا ده مش صرع ومش محتاج ياخد ادويه انتي او ادويه الصرع تمام في ناس قالوا إن لما بياخد ادويه الاي دي اتش دي الكهرباء دي بتظبط لكن قالوا ان غلط ان انت تروح تدي طفل الاي دي اتش دي ادويه صرع عشان تقول ان الكهرباء طالعه ملخبطه لان طالع انا هقول لك ان في نسبه مش قليله جايز 50% او حاجه انا مش فاكر الرقم بالظبط هتلاقي لخبطه في كهرباء المخ بس هو مش بيجي ولا نوع من التشنجات فعشان كده هو مش حلها لعب في كهرباء المخ هو حلها ادويه التركيز هي اللي بترجع تظبطها له لكن ادويه التشنجات هتلاقيها همدته وخلاص همدته ونيمته وهتلاقي ان هي ما ظبطتلوش حته التركيز فلا الحته دي في ناس كتيره بتغلط فيها بس دي مهمه جدا طب ايه سبب الاي دي اتش دي قعدوا يقولوا بقى جايز مش عارف مشكله في الحمل جايز مشكله اثناء الولاده جايز مش عارف العيله يكون فيهم حد عنده اي دي اتش دي كلها اسباب كتير جايز في فيروسات ممكن تبقى بتجيب اثناء الحمل كلام زي كده مفيش حاجه اثبتت تماما ان هي دي ليها علاقه مباشره بالاي دي اتش دي بس الحاجه الثانيه المهمه ان احنا نعرفها ان المواد الحافظه والسكريات تزودي الاي دي اتش دي فعشان كده الطفل ده احنا بنحاول نخليه ياكل اكل صحي اكتر نحاول نقلل له العك ده في الاكل يعني ما ياكلش شوكولاته وما ياكلش سكريات لانها هتهيبره اكتر واكتر وحتى الستات اللي هي بترضع بيبقوا عارفين ان مش المفروض ان هم ياكلوا شوكولاته كتير لان لو اكلت شوكولاته كتير البيبي مش هينيمك هي دي الفكره بتزود له حركته فطفل اي دي هتدي له سكريات كتير هتدي له شوكولاته كتير هتدي له حاجات زي كده حركته هتبتدي تزيد اكتر واكتر طيب ندخل مع بعض على اضطراب ايه التوحد اضطراب التوحد كلنا طبعا عندنا فكره عنه المجتمع كله واخد فكره ان طفل في حاله خالص ما بيتعاملش مع حد ما كذا وجايز عنده مشكله في الذكاء دي الفكره العامه الموجوده عنه في المجتمع تعالوا احنا بقى ندخل كده ندرسه بشويه تفاصيل اكتر. حلو، هو الطفل ده بيبقى عنده مشاكل في التواصل في كذا منطقه، اول منطقه التواصل الاجتماعي، عندنا مشكله فيها. بتبان ازاي؟ بتبان على الاقل بحاجتين من الحاجات الجايه دي هي، ان عنده مشكله في انه يخلي فيه تواصل بنظره العين، تمام؟ انه يفضل باصص لي وانا بكلمه بس في نفس الوقت ما نلخبطهاش مع الاي دي اتش دي لان الاي دي اتش دي ساعات ما بيبصش في العين كتير ليه لانه مشتت دي غير دي تماما طفل قاعد بيتحرك كتير واللي هو لو انا يعني خليته يركز معايا قوي يروح باصص لي وبيضحك وعادي لا التوحد مش هيبص لي ومش هيبقى بيضحك وعادي التوحد ده لو قاعد في حته فيها ناس كتير هو اساسا متضايق جدا من القصه دي وهيبقى قاعد باصص في حته لوحده ومش عايز انه يبص لبقيه الناس لكن مش هروح بص بسرعه واعمل كده وابقى اتحرك كتير لا منظرها مختلف تماما طيب الحاجه الثانيه ان هنلاقي ان هو مش قادر يعمل علاقات يعني داخل حضانه مش بيلعب مع حد داخل المدرسه ما بقاش له اصحاب على طول في حاله شويه زياده بالنسبه المستقبل. السن اللي هو فيه. عنده مشكله ان هو مش تلقائي في انه يروح يلعب حاجات مشتركه، يعني يروح يلعب كوره، اه يروح مش عارف يلعب مع حد بلعبه، كلام زي كده، وعنده مشكله في التعبير الاجتماعي، يعني مش هنلاقي مثلا باين عليه قوي ان هو دلوقتي مبسوط عشان جبنا له كذا، باين دلوقتي انه حزين عشان انا ما عملتلوش اللي هو عايزه في قالب وشه، لا، هنحس ان هو على طول يعني في حاله في حته تانية ومنفصل عن هذا العالم جبنا حاجه ما جبناش حاجه ردود فعله قليله نوع تاني برضو في المشاكل في التواصل بتبقى موجوده في حتت بقى ليها دعوه شويه بال اكنها القدرات بتاعت المخ شويه مشكلة في الكلام كلامه متأخر جامد تاني اتش ADHD قلنا ممكن يجي جنبين نتكلم يبقى متأخر فبرضه عشان كده وعلى فكرة في ناس بيبقى عندهم ADHD مع توحد يعني في ناس عندهم الاتنين حتة من هنا على حتة من هنا مش شرط ان يجي حد كلاسيكي أوي فقلنا عنده مشكلة في الكلام فنلاقي لغته ضعيفة تكوينه للكلام ضعيف وفي الناس اللي نلاقي عندهم الكلام تمام لان هو مش بيقدر انه يعمل حديث طويل مع حد او الكلمة قاعدة تتردد مثلا عربية عربية عرب بس بأفوارة يعني تاني مش اي طفل عليه توحد يعني عنده حاجات كتير ما فيهاش بقى لعب خيالي مثلا وانه يمسك العربيه دي ويمسك لعبه تانية والعربيه عملت وبعدها ده عمل مش عارف ايه، ما بيقعدش يعمل حاجات كتيره فيها تخيلات وكلام زي كده اكنه بسيط قوي، قاعد مثلا يتفرج على مروحه قاعده تلف حاجه قاعده بتتحرك بشكل ثابت كده، تمام؟ وغالبا بنلاقي ان هو هيكون متاخر في حاجه في النمو يعني كتير هنلاقي متاخر في الذكاء ومتاخر في حاجه في النمو طيب الحته دي بقى بتتكلم في انه فكره الحاجه المتكرره التكرار عند طفل التوحد عامل ازاي هنلاقي ان هو مشغول بحاجه معينة متكررة واخدة انتباهه يعني مثلا قاعد يعيد نفس الكرتون نفس الحلقة على طول قاعد يلعب بنفس اللعبة دي بالذات ومكبر دماغه من كل بقيه الحاجات يعني قاعد في البيت واقف بيتفرج على مروحه قاعده تلف وبيحب يعمل القصه دي فتره طويله والمروحه قاعده تلف وهو واقف مبسوط ومش بيرهق من القصه دي هي آه يبتدي يبقى عنده روتينز والروتينز دي هي مش مرنه يعني لازم اكل في الكوبايه اللي لونها حمراء لازم اتفرج على الفيلم الساعه كذا لازم اعمل مش عارف الساعه كذا تمام تاني مش كل واحد حب كوبايه لونها حمراء بقى عنده توحد تمام في حاجه اسمها ناس بتفضل حاجات وفي حاجه تانيه اسمها برضو اه الناس ناس في طبيعه شخصيتهم باحثين عن الكمال الباحث عن الكمال هيبان عنده حتت هو مش مرم فيها يعني انا بحب مثلا الساعه 8 بالضبط أشرب كوباية القهوة الساعة 9 نكون بنعمل كذا، الساعة 10 كذا، ممكن أبقى بحب حاجات ليا مخصوص أنا مش مرن فيها، فعشان كده ما تاخدوش عرض واحد تشخصوا بيه، لازم يبقى المجمل. الحاجة التانية إن حركاته تبان أكنها متكررة، قاعد مثلا يلعب ويقعد يعمل كده كتير، قاعد يعمل حاجات حركية متكررة بشكل كتير، وقلنا إن هو على الأقل لازم يبقى عنده تأخر يا في اللغة يا إما في اللعب أو في التعبير أو في التواصل الاجتماعي في حاجة تانية هل ينفع أوتزم أو اللي هو التوحد يجي عنده ذكاء عادي طبيعي ينفع صح تمام بس ساعتها ما بقاش اسمه أوتزم أو توحد بقى زي ما انتم بتقولوا اسمه اضطراب اسبرجر او اسبرجر سندروم تمام وفي فيلم مشهور كانت عمل عليه اللي هو اسمه ماي نيم خان تمام الفيلم ده كان بيشرح ان حتى الناس دي ساعات بيبقى ليهم مواهب في حته معينه وده حقيقي ساعات ممكن تلاقي الطفل اللي عنده اسبرجر تلاقي ان هو عنده توحد ومش بيتواصل اجتماعيا وكلام زي كده بس تلاقيه مثلا في الحساب رهيب او تلاقيه في حفظ حاجات ادي له ارقام كتير جدا ورا بعض ممكن تلاقيه رهيب ساعات مش دايما ساعات طيب هل احنا يعني اضطراب اسبرجر بدل ما نقرا اعراضه هي 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 كلها ما عدا فكره ان هو مش متاخر يعني فكره اللغه متاخره او حاجات زي كده لا باقي كله هو هو يعني اكنه اوتيزم معاه ذكاء طبيعي طيب هل احنا نعرف حالات كتيره قوي توحد في حياتنا يعني انتوا كل واحد تيجوا كده لما بيفكر بيحس ان هو يعرف حالات كتيره قوي توحد بصراحه لا تمام ليه لا لان في نسب في التوحد، هو التوحد مش يا موجود يا مش موجود، في ناس كان عندها نسب بسيطة لدرجة إن مع نموهم اختفى تماماً. يعني بان كأنه شخص انطوائي شوية مع الوقت، حب يقعد لوحده، أنماطه مش عارف إيه، آه كان متأخر سنة في الكلام، حاجات زي كده. لكن الصورة اللي هي واضحة قوي إن هو متأخر ومتوحد ومش عارف اللي هو بقى النوع التقيل أوي، نسبته أقل. بس في اطفال بيبانوا ان عندهم سمات مش اضطراب سمات توحد دول بنقول الاهالي ما تقلقوش لانها هتروح يعني لو جه الاهالي بيقولوا اصل هو بيكرر نفس الحاجه اصل بيتفرج على المروحه كتير اصله مش عارف متاخر حاجه بسيطه في الكلام مش بيلعب قوي مع اصحابه غالبا الكلام ده هيروح ايه الحاجه اللي بتبقى ارخم لو الاضطراب كله موجود يعني الذكاء متاخر وبيعيد ويزيد في نفس الحاجات وما بيتواصلش خلاص اجتماعيا وما فيش رؤيه بالعينين القصه كلها موجوده قوي ده بيبقى اتقل واتقل فبالتالي ممكن نلاحظه سنين بعد كده ليه طفل التوحد ده هو المفروض ان احنا نعمل معاه ايه سلوكيا اول حاجه هو بيبقى عنده زي رهبه اجتماعيه تمام فعشان هو عنده رهبه اجتماعيه فمش هينفع ان انا اجيبه فصل واقول له يلا ادخل المدرسه ويلا تفاعل معاهم هو في الاول انا بس عايز ادربه يتفاعل مع شخص واحد بس فبيبتدي يلعب 1 one on one بتتسمى كده يعني المدرس بتاعه وهو ابتدي اعمل كذا 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 ابتدي يلا نلعب دي وانت تلعب دي وانا اعمل حاجه وابتدي بس في السشن او العلاج اللي بعمله ادربه بس النهارده قول لي اسمك وانت باصص لي واسلم عليه ونعمل حاجات بسيطه قوي بنمشي السيشنز بسيط قوي بالراحه قوي بالراحه قوي سنه سنه ابتدى يتحسن طب يلا ندخل واحد ثالث في الاوضه ويبتدي ياخد عليها طب يلا نزودها سنه تمام لو بياخد ادويه الطفل اللي عنده اوتيزم بياخد ادويه تقلل له القلق الاجتماعي يعني هو مش بيبص للعينين وعايز يبعد الدنيا دي لان عنده خوف في ساعات بنديله ادويه معينه بتقلل الخوف فيتامين اوميجا من ضمن الفيتامينات اللي هي حلوه في الاي دي دي وفي الاوتيزم بس غير كده بنشتغل معاه بال111 on اللي هو واحد لواحد ممكن يحتاج تخاطب غالبا في معظم الحالات الاي دي لو عنده تاخر برضه هيحتاج تخاطب نفهم العيله عن طبيعته لو القصه بسيطه ما تقلقوش خالص قصه كبيره ليها حاجات ممكن ندور على نقط قوه تبقى طيب عنده نشتغل عليها قدام دي بقى النقط اللي هو اتقالت ان بعض الحاجات اللي في الاطفال اللي عندهم توحد ساعات بطبقه قويه زي بعضهم ساعات بيبقى عنده طرق جامده في الكوميديا تمام هديكوا اكزامبل بس هو الاكزامبل مش كده بالظبط يعني مش عارف مثلا تعرفوا شخصيه مستر بين افلام مستر بين وحاجات كده انا مش بقول هو متوحد بس بقول التمثيل اللي هو بيمثله في اللي هو بيعمله اكن واحد متوحد فبتشوفه ازاي هو بيضحك بطريقه غريبه بيعمل حاجات غريبه ومش عايز الناس تشوفه اجتمع. كلام زي كده ده مثلا مثال اه ساعات بيبقى صراحته عاليه جدا المتوحد المتوحد ما عندوش لف ودوران ومش عارف ايه ساله السؤال هيقول دغري ومش هيقوله حتى بكلام كتير اه ساعات بيبقى حقاني قوي ساعات يبقى عنده ذكاء في نقط معينه زي ما احنا قلنا ذاكره قوه في الحساب تركيز عالي قوي بس في حاجات غالبا مش اجتماعيه يعني مثلا اديله بازل محتاج يركز فيها على حاجه عشان يدور على نقطه البدايه فين او حاجه معينه او رقم بتدور عليه من وسط حاجات كتير تلاقي تركيزه بقى عالي قوي قوي عننا او قادر يركز في تفاصيل احنا بطبيعتنا مش قادرين ان احنا نشوفها كده احنا النهارده اتكلمنا عن النشأة بتاعة الأطفال الاجتماعية النفسية الاجتماعية بتاعة إريك إريكسون عرفنا شوية حاجات في نشأتهم وفي تربيتهم متأثر إزاي وخدنا مع بعض اضطراب فرط الحركة وتشتت التركيز واضطراب التوحد لما من أكبر اضطرابات الأطفال المرة الجاية إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية اضطرابات الأطفال ونربط شوية حاجات ببعض مرسي